لحظة يعود به الزمن إلى 20 سنة مضت. حين كان يحيك القبعات الصوفية مع والده مقابل دراهم معدودة. يفترش الأرض دون رأس مال ولا يدرك أن السماء ستهديه من فضلها. عثمان هبة الله اليوم هو مقاول يشتغل في مجال الصناعة التقليدية والنسيج وهندسة الديكور. اسميتي عثمان هبة الله، إنسان عصامي. خرجت من المدرسة كانت عندي 9 سنين، أحاول تنكون راسي براسي. منذ البداية أدرك عثمان أنه يجب أن يعتمد على نفسه، بل يجب أن يتحدى نفسه. ككل البدايات كل شيء كان صعبا، ولكن مع العمل الجاد والمتواصل بدت الإشراقات تلوح في الأفق. عثمان تفوق على نفسه وتحول من بائع بسيط إلى مقاول يدير مشاريع مختلفة. كان صعوبة ديال الفينانسمون، كان صعوبة ديال بغيتي تدوز من لونتربرونور، كانوا الصعوبة ديال الناس ما تيتيقوش في الفكرة ديالك، ما تيدعموك، تيقول لك ما يمكنش حيت انت هادشي بلغة الكالكولاتريس ما تتحسبش، ولكن بلغة البركة كما تيقولوا الناس القدام سي بوسيبل. كنت ديما تنثق في راسي، تنقول هادشي اللي غادي ندير نقدر نوصل ليه، وميم طون تنحاول ندير اي حاجة تنديرها افيك امور، ماشي تنديرها غير باش نبيع. في مخبأ الذكريات يعيش عثمان، عالمه ينتمي لأيام الزمن الجميل، وكأن سنة 2020 ما تزال في مستقبل بعيد. هو يعشق الأشياء القديمة بلمسة إبداعية يعيد لها الحياة، وبفكرة بسيطة يساهم في الحفاظ على البيئة. كتكون دي مومون دور في الخدمة، مع الخدمة ستريس وداكشي، نحاول نرجع للكروشي. دابا رجع عندي سي كوم دي ميديتاسيون، ماشي باش نصور بها طرف الخبز، ولكن سي هذاك الكوتي اللي فيه سامبل وبسيط تيخليك تتهدن وتتشوف الحياة بواحد المنظور آخر. ما يميز عثمان أنه لا ينشغل بنفسه فقط، ولكنه يسعى لخلق فرص أخرى حتى يحقق كل من يشتغل معه ذاته، في مجال الأزياء أو تصميم الديكور أو في مشاريع تجارية أخرى. خلق فرصا لتشغيل كفاءات مغربية وأجنبية. Bon, Othman, c'est un boss, c'est un patron qui est gentil. Au fait, c'est un homme qui est humble. Othman هو رئيس يعامل الجميع بلطف واحترام. في أوقات العمل يتعامل كأنه واحد من الموظفين. يستقبل الزبناء ويخدمهم بنفسه. لم أشعر يوما أني أجنبية هنا. J'ai même pas remarqué que je suis étrangère ici. Franchement, comme frère, c'est un gars cool, c'est un gars sympa du côté vie. عثمان بمثابة أخ للجميع، يجب أن نشجعه لأنه يخلق فرص عمل للشباب مثلي وأيضا لعدد من النساء. قصة نجاح عثمان لها سر واحد، سر يضمن النجاح والاستمرار فيه. هو اليوم حقق جزءا من طموحاته، طموح يكبر في كل يوم وليلة. بغيت نعيش المروكن دريم، وبغيت واحد النهار نشوف تانا المغرب ولا لافريك اون جينيرال يعودوا يجيو الناس يعيشوا المروكن دريم ولا الافريكان دريم عندنا، ماشي نمشيو نعيشوا عندهم. واش تخوف كويا اس كاينه لوبورتونيتي، كاين بزاف ما يدار عندنا في البلاد. هي مجرد قبعه، لكنها كانت الانطلاقة التي قادت عثمان إلى عالم المال والأعمال. كل قبعة صنعها بيده كانت تلهمه بأفكار
تسمع منه مقاولا ناجحا وشخصا مفيدا في محيطه ومجتمعه. له ماض يحدثك عن المستقبل وحاضر مليء بالنوستالجيا وبالأمل. فاش تخرج من داركم ما غاديش تلقى الطابي روج، يعني خصك تخدم وتصبر وتصبر وتقدر ما يتحلش ليك الباب في لا بروميير فوا، ولكن يقدر يتحل واحد النهار وتيبان لي انا في الحياه كل شيء بوسيبل. عثمان هبة الله واثق الخطى يمشي في طريق النجاح والازدهار. بمدينة الصويرة عاش الحلم، وبأرض الوطن تتحقق أحلامه.